بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 42 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة الأخ السائل من ليبيا عين سين سين، وقد استعرضنا بعضا من أسئلته، بقي له أيضا مجموعة في هذا اللقاء. يقول فضيلة الشيخ: هل من السنة الإفطار على كبد الأضحية في عيد الأضحى، أم الإفطار على لحم الأضحية دون تخصيص الكبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن السنة أن يفطر من لحم أضحيته يوم الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عيد الفطر يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى تمرات يظهر الإفطار من رمضان. وأما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ويذبح أضحيته، فيأكل من لحمها ويأكل ما شاء من لحمها، من كبدها أو من سائر لحمها. المهم أنه يؤخر الأكل حتى يصلي، حتى يذبح أضحيته ويأكل منها، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ورد حديث ما معناه بأن من اجتمع فيه أربعة أشياء دخل الجنة، وهذه الأشياء هي الصوم وتشييع الجنازة والصدقة وعيادة المريض، فإذا علم المرء بأن هناك جنازة ستشيع في اليوم التالي، هل يجوز أن ينوي صيام ذلك اليوم لتجتمع له هذه الأشياء الأربعة؟ وهل يشترط في تشيع الجنازة أن يشيعها من بيته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الأربعة ورد أنها ما اجتمعت في شخص إلا دخل الجنة، الأربع الخصال، كما جاء ذلك في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد منكم اليوم جنازة أمن أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم بصدقة في هذا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من صلى منكم على جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه في مؤمن إلا دخل الجنة. هذا من باب الحف منه صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الطيبة، لأنها كلها طاعات وقربات إلى الله عز وجل، وإذا قام بها المسلم دل على رغبته في الخير وإكثاره من الحسنات. لكن هذا إذا كان له عادة أنه يصوم، أما إذا أنه يصوم من أجل الجنازة فهذا غير مشروع. إذا كان ما هم من عادته يصوم ولكنه صام من أجل الجنازة هذا غير مشروع، الجنازة ليس لها صيام خاص. نعم. أحسن الله إليكم. من فضيلة الشيخ السائل هذا يسأل ويقول: ما حكم التعزية وقبول العزاء في المقبرة إذا كان هذا عادة عند أهل البلد مأجورين؟ التعزية مشروعة، وهي مواساة المصاب، يعني يقال له: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، إذا كان الميت مسلما فإن العزاء مستحب. وأما مكان العزاء فليس له مكان معين، حسب ما تيسر، إذا تيسر في المقبرة أو تيسر في الشارع أو تيسر في المتجر أو في المسجد أو في البيت، ليس لا يخصص للعزاء مكان معين، بل هو حسب ما تيسر للمسلم ليؤدي السنة ويواسي أخاه ويجبر من مصابيه. نعم.
وحتى لو كلمه بالتلفون أو أرسل إليه رسالة كتب إليه رسالة إذا كان بعيدا إن هذا يكفي والحمد لله. نعم. البدع الآن التي في العزايا فضيلة الشيخ هل لكم توجيه لهم؟ نعم، لا يجوز البدع من صنعة الأطعمة، من أهل الميت يصنعون أطعمة للذين يأتونهم. السنة العكس، أن أهل الميت يقدم لهم الطعام لأنهم مشغولون بمصيبتهم، فيصنع طعام بقدر حاجتهم ويقدم إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. وأما أن أهل الميت هم الذين يعدون الأطعمة للناس فهذا خلاف السنة. وفي ما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. لا ينبغي المبالغة في هذه الأمور، تعطيل الأعمال وجلوس أهل الميت أياما يعطلون أعماله، هذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سؤال في المعاملات يسأل عنه هذا السائل ويقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يأتي إلى التاجر ويقول له: هل تشتري مني بضاعة ما بسعر معين؟ وذلك الشخص لا يملك تلك البضاعة ولكنه يقوم بشرائها من تاجر جملة بسعر أقل من السعر الذي اتفق عليه مع ذلك التاجر، فإذا وافق ذلك التاجر على الشراء ذهب ذلك الشخص إلى تاجر الجملة واشتراها منه ثم باعها لذلك التاجر. أما إذا كان هذا في سلع معينة، يعني يقول: أشتري لك السيارة الفلانية أو البيت الفلاني أو الأرض الفلانية، شيء معين وهو لا يملكه، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. كونه يبيع عليه شيئا معينا وهو في ملك غيره ثم يذهب ويشتريه ثم يسلمه لمن تعاقد معه فهذا محرف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أما إذا باع عليه سلعا غير معينة وإنما هي موصوفة في الذمة تنضبط بالوصف فهذا يصح، بشرط أن يسلم الثمن كله في مجلس العقد، لأن هذا حكمه حكم دين السلم، ولا يصح إلا إذا سلم جميع الثمن في مجلس العقد، ثم يثبت البديل في ذمة المسلم إليه ويذهب ويعمل على تحصيله ثم يسلمه لصاحبه في وقت حلوله وفي وقت حلول أجله. أما لو لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يصح، لأنه يصير بيع دين بدين، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان إمام المسجد يدعو جماعيا بعد كل صلاة فهل من إنكار المنكر مغادرة المسجد وتفويت فضيلة البقاء في المصلى وذكر الأذكار، أو لا بأس بالبقاء وذكر الأذكار؟ أولا تجب مناصحة هذا الإمام، لأنه ربما يكون ليس على علم بأن هذا غير مشروع، فأنت تذكره وتبلغه بأن الذكر الجماعي غير مشروع، وإنما المشروع ذكر الله، من المصلين كل يذكر الله منفردا عن الآخرين، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذكرون الله بهذه الصفة بعد الصلاة، وإنما كل منهم يذكر الله منفردا ويرفع صوته بالذكر، ولو إن توافقت أصواتهم. أما إذا اتفقوا على صوت واحد صوت جماعي هذا بدعة ولا تجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الاعتزال إذا كان هناك مسجد آخر قريبا منك، إذا كان هناك مسجد آخر وهو قريب منك وإمامه ملتزم بالسنة فإنك تذهب وتصلي معه ولا تصلي مع هذا الذي يعمل البدعة ولم يقبل النصيحة. وإذا لم يكن هناك مسجد فصلي معهم ثم اعتزل اجتماعهم وكن في جانب من جوانب المسجد واذكر الله بمفردك. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن كلمة التوحيد: متى تقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح أو في المساء
وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا شخص عمل أكثر من ذلك؟ يأتي بها في أول الصباح، يأتي بهذه التهليلات 100 في أول الصباح، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يسأل هذا السائل يا شيخ عن تعليق كلمة التوحيد أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأسماء الحسنى على الجدران أو في المكتبة أو على الطاولة في المنزل أو الطاولة في المنزل. هذا غير مشروع، كتابة الآيات أو كتابة الأذكار على لوحات وتعليقها على الجدران أو كتابتها على الجدران، هذا غير مشروع، لأن هذا ليس من عمل السلف وليس هو من الذكر. هذا ليس من الذكر، الذكر يكون بالقول ويكون بالنية القلب والقول باللسان، أما الكتابة فلا تكفي ولا تكون ذكرا. وأيضا هذا عرضة لإهانة هذه الأذكار، قد تكتب في أو تعلق في محل يكون تعمل فيه المعاصي، يكون هذا من إهانة ذكر الله عز وجل، أو تسقط هذه المعلقات وتداس الأقدام، يكون هذا من إهانته، أو تعلق هذه الأذكار وهذه الآيات إلى جانب صور محرمة، يكون هذا من إهانتها، أو يكون القصد منها هو زخرفة وتزيين الجدار بها مثل الديكور، وهذا عبث بذكر الله وعبث بالقرآن الكريم. الحاصل أن هذا العمل لا غير مرضي وغير جائز، ومن يريد أن يذكر الله يذكره بلسانه وقلبه، وهذا هو الذي يفيده وينفعه. نعم. وإذا كانت هذه الكتابات في مسجد فالأمر أشد، لأن هذا يشغل المصلين عن صلاتهم بالنظر في هذه الكتابات. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. السائل أسامة طالب في المعهد يقول: فضيلة الشيخ، ما الأسباب المعينة على الاستقامة على الدين إلى يوم القيامة؟ الأسباب المعينة على الاستقامة على الدين كثيرة، من أعظمها محبة الله سبحانه وتعالى، الله، والشوق إليه، الله، والرغبة في الجنة والخوف من النار، وأيضا الإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك مجالسة الصالحين، مصاحبة الصالحين، واجتناب مجالس الأشرار أو مصاحبة الأشرار، كل هذه تعين على الاستقامة على طاعة الله. ومن أعظم ما يعين على الاستقامة على طاعة الله تعلم العلم النافع الذي تحيا به القلوب، ويعرف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويعرف الإنسان بالآخرة وما فيها من الأهوال حتى يخاف منها، وما فيها من النعيم حتى يرجو ما فيها ويعمل له. كل هذه من الأسباب التي تعين على الاستقامة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل طاميم عين من العراق يقول: أسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث؟ نعم، يعني أن الحرارة التي تكون على جلد الإنسان بسبب المرض أنها نوع من حرارة النار، نوع من حرارة النار، والنار تطفأ بالماء، كذلك تطفأ الحرارة بالماء، فيرش على المريض الذي يجد حرارة في جسمه، يرش عليه من الماء أو يستحم بالماء أو يوضع عليه شيء بارد، هذا من العلاج، هذا من العلاج للحمى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج طليح محمد من العراق يقول: أسأل فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل المسجد فلم يجد فرجة في الصف، فهل له أن يصلي وحده أم ينتظر الداخل المسجد؟ إذا دخل والناس يصلون فإنه يقف في الصف، فإن لم يجد فيه مكانا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولا يصف وحده خلف الصف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذان حديثان صحيحان، لأنها لا تصح صلاة الفذ.
فينتظر حتى يأتي من يصف معه أو يحاول أن يوجد له مكانا في الصف، أو إن تيسر أنه يدخل ويكون عن يمين الإمام. أما إذا لم يتيسر هذا ولا هذا فإنه ينتظر حتى يدخل من يصف معه ويكون معذورا في تأخره عن الدخول في الصلاة. نعم. يقول هذا السائل: إذا أدرك الرجل صلاة الظهر في السفر وصلى الظهر والعصر قصر وجمع ورجع إلى بيته ووقت صلاة العصر لم ينتهي بعد، فهل يصلي العصر أم تكفيه صلاة العصر القصر؟ إذا كان في سفر وأقبل على بلده وحضرت صلاة الظهر فإنه يصلي الظهر في الطريق ويقصره. صلاة العصر هو مخير، إن شاء قدمها وصلاها مع الظهر قصرا لأنه ما زال مسافرا، وإن شاء أخر صلاة العصر أو العشاء مثلا إلى أن يصل إلى البلد ويصليها في المسجد ويتمها فهذا أفضل وأحسن، والأول جائز. نعم. يقول: يسأل عن استعمال العطور الذي فيها شيء من المواد الكحولية، هل يجوز أن يستعملها الإنسان؟ الضابط في هذا أن العطور التي تسكر إذا شربت فإن قليلها وكثيرها حرام وهي نجسة ويجب إتلافها وإزالة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس معناه نجس، وأمر باجتنابه، فإذا تطيب به لم يجتنبه. أما إذا كانت هذه العطور لا يسكر كثيرها، إذا شرب منها شيء لا يسكر كثيرها، الأصل فيها الحل والإباحة. نعم. يكون هذا السائل: فضيلة الشيخ، بعض الأحيان أحس بنزول قطرات من البول عزكم الله وإخوان المستمعين بعد الوضوء، بعض الأحيان أعيد الوضوء وبعض الأحيان أترك، فما الحكم في مثل حالة مأجورين؟ هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا من باب الوسواس، يخيل إليه أنه يخرج منه شيء ولم يثبت عنده ذلك، فهذا يقع على الطهارة، لأن اليقين أو الطهارة لا يزول بالشك وهو وجود الناقض، فيبقى على طهارته، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني لا ينصرف حتى يتيقن وجود الناقض. وأما مجرد الشك فإنه لا يبطل اليقين وهو الطهارة. الحالة الثانية أن يكون هذا ليس وسواسا وإنما هو أمر واقع، هذا ينتقض وضوءه، إذا خرج منه شيء إنه ينتقض وضوءه، يستنجي من جديد ويغسل ما أصابه البول ويصلي من جديد، قوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فإذا تيقن أنه حصل الناقض فإنه ينصرف، مدلول الحديث. نعم. يقول السائل الشيخ صالح حفظكم الله: ما الكتب التي تنصحونني بقراءتها في الفقه والعقيدة؟ الكتب المفيدة ولله الحمد كثيرة، الحمد لله، ومتيسرة، الكتب لا شك أنها تتفاوت. أعظم الكتب لا شك أنه كتاب الله عز وجل، أن يقرأه الإنسان بتدبر وتفاهم ويقرأ تفسيره الصحيح من كلام أهل العلم، هذا أعظم الكتب، القرآن وتفسيره، ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من الوحي، وهي فيها الأحكام وفيها التوجيهات وفيها الأخبار وفيها ما يحتاجه الناس، مثل ما في القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، هذا من نعمة الله عز وجل، هذا موجود ومتوفر ولله الحمد. ثم بعد ذلك الكتب التي ألفها أهل العلم، كتب التوحيد، فمثلا المختصرات في العقيدة مثل ثلاثة الوصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي عقيدة مختصرة جيدة
العقيدة، العقيدة الطحاوية كذلك عقيدة مختصرة وجيدة ويمكن حفظها، وكذلك في الفقه الكتب كثيرة ولله الحمد، مثلا آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا فيه أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام مبسطة وموضحة بأسلوب سهل، وكذلك بعده متن الزاد، زاد المستقنع أو متن الدليل، هي متون مختصرة ومضغوطة لكن فيها علم غزير، وهي اختصرت من أجل الحفظ، من أجل أن يحفظها الإنسان، ولكن هذه الكتب لا بد أن تقرأ على علماء، يكتفي الإنسان أنه يقتنيها أو أنه يقرأ فيها أو يحفظها بدون أن يعرضها على عالم من العلماء ويطلب منه شرحها ويتلقى منه شرحها. وكذلك في الحديث مختصرات ومطولة، المختصرات مثل الأربعين النووية وشرحها جامع العلوم والحكم، مثل بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر شرحها سبل السلام الصنعاني، ومثل عمدة الأحكام لعبد الغني النابلسي الحنبلي، وهي أحاديث من الصحيحين، الأحاديث المتفق عليها على أبواب الفقه، وله شروح توضحه مثل شرح بن دقيق العيد رحمه الله، أو شرح الشيخ فيصل بن مبارك خلاصة الكلام، شرح عمدة الأحكام وهو شرح مختصر ومفيد. نعم، أحسن الله منكم من فضيلة الشيخ. يقول السائل في آخر أسئلة حفظكم الله، ما حكم أذان الصبي الذي لم يبلغ، وهل تشترط الطهارة في الأذان؟ يصح الأذان من مميز، من صبي مميز، لأنه تصح صلاته يصح منه الأذان، ولأنه ينوي تتأتى منه النية والقصد. أما الصبي الذي دون التمييز فلا يصح أذانه، لأنه لا يتأتى منه نية، والأذان عبادة يحتاج إلى نية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحاصل أن الصبي المميز يصح أذانه، تصح إقامته. نعم، يقول هذا السائل أسأل عن حكم أكل لحم الميتة التي اصطادها الإنسان سواء كان حيوان أو طائر، ولما وقع على الأرض مات، فهل يجوز لي أن أكل من ذلك؟ إذا كان ضربه بسهم يفري الجلد، يشق الجلد ثم مات بالضربة، فإنه يحل لأنه من الصيد، إذا سمى الله عند إرسال السهم أو إرسال الرمية، يذكر الله عند إرسال السهم أو الرمية، فإذا أصابته وهي حادة خارقة ثم مات فهو حلال من أي مكان أصابه، ولو سقط على الأرض وفيه بقية حياة ولكنه مات ولم يدركه ويذكيه فإنه حلال أيضا. أما إذا سقط على الأرض وفيه حياة وبقي مدة يمكنه أن يذكيه ولم يذكيه فإنه لا يكون حلالا لأنه أصبح ميتا. نعم، أحسن الله إليكم. أخيرا يسأل ويقول، هل يسن الوضوء قبل الغسل من الجنابة أم بعدها؟ المستحب أن يكون الوضوء قبل الاغتسال من الجنابة، أولا يستنجي ثم بعدما يستنجي يتوضأ وضوءا كاملا، أو يؤخر غسل الرجلين ثم يغتسل جميع بدنه، ثم إذا لم يكن غسل رجليه يغسلهما، ثم تتم بذلك طهارته الصغرى والكبرى. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلة الشيخ على ما بين لنا، شكرا لحضراتكم أنتم على حسن